قمع التظاهرات بلا رحمة، الأحواز تلحق بركب الاحتجاجات، وواشنطن تتعهد بتوفير الإنترنت للمحتجين. يوم دام في بلوشستان، محتجون بلوش يحرقون مقر الحاكم والشرطة والبسيج بسبب اغتصاب مراهقة على يد عناصر شرطية. رئيس الوزراء اليمني يشترط تنفيذ إجراءات بناء الثقة قبل مناقشة الملفات المعقدة بفعل التدخل الإيراني. وفي خاص الحدث، مقابلة مع قبطان في قوارب الموت في لبنان، وناج يروي تفاصيل، وتأكيد من الاثنين أن مافيات التهريب تمتهن القتل برا وبحرا. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية من الحدث، نبدأها من بيان لمنظمة العفو الدولي الذي كشف عن أن أوامر عسكرية أعطيت لمواجهة الاحتجاجات بلا رحمة. بيان منظمة العفو قال إن هناك وثائق رسمية مسربة تثبت تورط جهات عسكرية في قمع الاحتجاجات. وأضاف البيان أن الوثائق تكشف خطة السلطات الإيرانية لقمع الاحتجاجات بشكل منهجي وبأي ثمن، مشيرا إلى وجود أدلة على استخدام القوات الإيرانية للقوة المميتة والأسلحة النارية في مواجهة المظاهرات. وذكرت المنظمة أنها سجلت 52 قتيلا في مظاهرات إيران حتى الآن، لكنها تعتقد أن الحصيلة الحقيقية تفوق ذلك بكثير. ورغم القمع الإيراني للاحتجاجات، فقد انضمت إلى ركب الاحتجاجات مدينة الأحواز عاصمة محافظة خوزستان جنوب غربي إيران. الأحواز لم تنضم في البداية للاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في إيران، لكن اليوم 14 للانتفاضة الشعبية خرجت أعداد كبيرة من عرب الأحواز الذين يعانون تهميشا كبيرا في احتجاجات تطالب بسقوط النظام الإيراني. نتابع هذه المشاهد لاحتجاجات اليوم. لكن المشهد الأشد دموية اليوم كان في مدينة زاهدان عاصمة محافظة بلوشستان، والسبب في شدة الاحتجاجات هو سبب محلي، حيث شهدت المدينة اغتصاب مراهقة من البلوش على يد عناصر شرطية، فقام الأهالي بحرق مقار البسيج والحاكم والشرطة، إضافة لإضرام النار بدوريات شرطية. Thank you.
الحفاظ على زخم الاحتجاجات الإيرانية وتوسعها بمرور الأيام يعود إلى أسباب عدة، أبرزها حالة الاحتقان التي سبقت مقتل مهسا أميني بسبب الأوضاع الحقوقية والاقتصادية، إضافة إلى تفرد هذه الموجة من التظاهرات بأساليب احتجاج مختلفة تثير قلق النظام وتشتت قواه. هذا الهتاف الذي يصدح في سماء طهران تحول إلى عادة ليلية عمت العاصمة كأحدث أشكال الاحتجاج ضد النظام، وانتقل من حي إلى آخر. الهتافات من أسطح المنازل تثير غيظ النظام الذي يعجز عن إسكاتها كما يفعل مع المحتجين في الشارع، كما تثير خوفه أيضاً كونها تذكره بالأسلوب نفسه الذي اعتمده نظامه خلال ثورة الخميني ضد الشاه، حين تحولت الشرفات والأسطح إلى ساحة احتجاج عندما ازداد القمع في الشوارع. الخروج هذه المرة عن النص المألوف للاحتجاجات ضد النظام في السنوات الأخيرة اتخذ أشكالاً عدة. فإلى جانب الهتافات من المنازل أصبحت أبواق السيارات أسلوباً آخر للاحتجاج انتشر وانتقل من محافظة إلى أخرى. ولأن شرارة الاحتجاجات أشعلتها فتاة، فاختارت المتظاهرات أن يعلن عن غضبهن بأسلوب غير مألوف، قص شعرهن في رسالة مفادها: من تتخلى عن شعرها لن تخشى شيئاً. الشكل المتغير للمظاهرات لا يمثل تراجعاً في الغضب السائد بين الشباب الإيرانيين والنساء، لكنه يعكس بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن الاحتجاجات التي تفتقر إلى القيادة إلى حد كبير تتطور إلى حركة طويلة المدى، كما أن تنوع أشكال الاحتجاج وانتقالها ما بين الشوارع والجامعات وحتى المنازل ومنها إلى الفضاء الإلكتروني والقرصنة يشتت جهود النظام في القمع والمواجهة بعد أن أصبح المتظاهرون يخرجون من تحت كل حجر. منا مصطفى، الحدث. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور حسن هاشميان الباحث في الشأن الإيراني. أهلا بك دكتور حسن. أبدأ معكم قبل أن نتحدث عن تطورات الميدانية في الداخل الإيراني وتطور الاحتجاجات، أبدأ معك بقرار واشنطن بتأمين الإنترنت للمحتجين. ما سبب قرار مماثل ومتى سيتم تنفيذه بحسب معلوماتكم؟ نعم، تحياتي لكم ولمشاهدين الحدث. بالفعل تم اتخاذ هذا القرار، ولكن المشكلة الأساسية العوائق الفنية التي الآن تعيق وصول أجهزة فنية إلى داخل إيران. حسب المستجدات الفنية، هذه الآلة وموضوع الإنترنت يحتاج إلى أجهزة لالتقاط الأمواج في داخل إيران. هذه الأجهزة الآن جدا قليلة وليس واسعة في داخل إيران، ولذلك الموضوع الأساسي وهو يعني يمكن أن نعتبره حياة أو ممات هو توسيع الأجهزة في داخل إيران لالتقاط أمواج الإنترنت. ووفقا إلى ما تفضلتم في التقرير، في غياب قيادة واضحة لهذا الحراك الشعبي الوسيع، هناك الإنترنت تلعب دور جدا مهم للتواصل بين الشعب الإيراني ونقل المعلومات والمستجدات في الشارع لباقي. طيب، تأمين البنى التحتية دكتور حسن من أجل إيصال الإنترنت إلى المحتاجين، هل وارد عمليا برأيك؟ نعم وارد، لأن هناك القرار الأساسي هو اتخذ بأن يتم إيصال الإنترنت إلى الشعب الإيراني، وهناك كانت عوائق من العقوبات الموجودة المتعلقة بموضوع الملف النووي ونشاط إيران الإرهابي، ولكن الآن هذا العائق غير موجود. لذلك هناك شركات كبيرة مثل ستارلينك تستطيع إرسال الأمواج وإرسال الأجهزة إلى داخل إيران، ونعتقد الآن الفاصل فقط هو الزمن. يعني
إذا هذا الموضوع تم الإجراء عليه قبل شهرين أو ثلاثة سنشهد هنا نتائج جدا مختلفة ومؤثرة. ولذلك أنا أعتقد في مرور الزمان موضوع الإنترنت، لا أدري إن كان لديك معلومات عن الشقة التقني، لو تسنى لي أن أسألك أكثر، يعني عادة تأمين البنى التحتية من أجل مد الإيرانيين بالإنترنت كم يستغرق من الوقت؟ أنا أعتقد فقط وصول الأجهزة، لأن إيران وخاصة الشباب في إيران لديهم تجربة في موضوع استخدام الصحون اللاغطة التي كانت محظورة في إيران ولكن ثم انتشرت بشكل واسع وأصبحت حالة عامة. لذلك نحن لدينا الأشخاص الذين يستطيعون أن يعملوا في هذا المجال، لدينا الشبكات التي تستطيع أن تعمل في هذا المجال، يعني في كل حي وفي كل شارع هناك مجموعة مستعدة لتعمل في هذا المجال. ولذلك ليس لدينا نقصان في الموضوع الإنساني لتجهيز هذه الأجهزة. المهم الآن فقط وصول هذه الأجهزة إلى داخل إيران. أنا أعتقد هناك جزءا ضئيلا من هذه الأجهزة وصل إلى إيران، وصل إلى طهران، إلى بعض المدن، ولكن نحن نحتاج توسيع هذه الأجهزة. على صعيد آخر، كان لافتا اليوم انضمام مدينة الأحواز إلى ركب الاحتجاجات، ماذا يعني ذلك وكيف يؤثر على الاحتجاجات بشكل عام التي حاول النظام يعني حصرها بقومية معينة وبفريق معين؟ الأحواز لها ميزة جدا مهمة. أولا أهم مراكز النفطية الإيرانية المعروفة هي موجودة في الأحواز. ثانيا دائما النظام يقول أن هناك لديه موالين بين القوميات المختلفة وخاصة في الأحواز، لم يقوموا ولم يتحركوا مع باقي الحراك الموجود في البلد. ثالثا ودائما كان يصف من هؤلاء المعارضين لسياسته وإيديولوجيته بأنهم انفصاليين. الآن الشعارات التي نسمعها في الأحواز هي هدف واحد، نسمعه في طهران، نسمعها في مشهد، نسمعها في إصفهان، ونسمعها في مشهد، وهو سقوط الدكتاتور يعني علي خامنئي. لذلك الأحواز الآن تواصلت مع باقي أنحاء البلد، مع باقي أنحاء إيران، وهذه ستكون لها دفعة جدا قوية ومؤثرة في هذا الحراك ونتائجه. وأيضا هناك رأينا الحراك وصل إلى بلوشستان، وصل إلى أردبيل في شمال غرب إيران، موجود في كردستان، موجود في إصفهان، حراك قوي في طهران، حراك قوي في المدن الشمالية من إيران. هذا بموازاة هذا الحراك القوي الذي يتوسع ليشمل مختلف المدن الإيرانية، هنا قرار أيضا من السلطات الأمنية الإيرانية بقمع هذه التظاهرات، ولكن حتى الآن لم نشهد يعني نزول للحرس الثوري والبسيج إلى أرض الاحتجاجات، لا تزال المهمة تقتصر على الشرطة للقيام بذلك. لماذا لم يتخذ بعد برأيكم قرار إنزال الحرس الثوري؟ باعتقادي أنا موضوع الحرس الثوري هو موجود في هذا القمع والبربرية ضد المتظاهرين. مثلا هناك ألوية معروفة في طهران وهي مختصة في القمع من الحرس الثوري نزلت إلى الشوارع بقوة. أيضا القرار الذي اتخذ من محمد باغري رئيس الأركان وثم تعمم إلى باقي الأجهزة القمعية هو قرار كان واسعا، وهناك لديهم مخاوف جدا كبيرة من تآكل الأجهزة الأمنية وأيضا فرار الجنود والكوادر لعدم مواجهة الشعب الإيراني، ولذلك دخلوا في دموية غير مسبوقة وقمع غير مسبوق في كل الأنحاء. أنا أعتقد الأجهزة المتعلقة بثار الله وهي منظومة جدا مهمة لقمع الشعب في طهران، أنظمة أخرى موجودة في الجيش مثلا نوبا أو القوات المعروفة بقوات الولاية مثل فدائين صدام حسين في زمن صدام حسين، كلها
مشاركة الآن جماعات اللباس الشخصية أيضا مشاركة في هذا الغام، ولذلك أنا لا أعتقد أن الحرس لم يتدخل، الحرس هو موجود في هذه البربرية وهذه الدموية الجارية الآن. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور حسن، سنقرأ ونتابع بعض الأخبار ذات الصلة ومن ثم نعود إليك لاستكمال هذا النقاش. إذن في معرض تعليقه على وتيرة الاحتجاجات المتصاعدة في إيران، قال المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي إن واشنطن ستفرض عقوبات على المؤسسة المسؤولة عن مقتل مهسا أميني. مالي أوضح أيضا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، ولكنها تريد ضمان حرية التعبير للإيرانيين. كما أكد المبعوث الأمريكي على حرص بلاده على مساعدة المواطنين الإيرانيين في التواصل مع العالم بعد قطع السلطات للإنترنت، مشيرا إلى حث واشنطن للشركات الأمريكية على إتاحة الأدوات والتكنولوجيا للإيرانيين والسماح لهم بالتغلب على أدوات المراقبة والالتفاف عليها. دكتور حسن، كيف نفهم هذا التصريح لروبرت مالي بالقول صراحة أن الولايات المتحدة لا تهدف إلى إسقاط النظام في إيران؟ هذا موقف عقلاني من قبل الولايات المتحدة، وأعتقد يصير في الاتجاه الصحيح. لماذا؟ لأن النظام الإيراني في هذه الأوقات يبحث عن افتعال حرب مع دول أخرى أو مع عدو كما يقول ويقرر في إعلامه بأن هناك عدوان خارجي يدخل ويقوم بتحريك الشارع. هذه سياسة النظام، وأيضا إلصاق هؤلاء المتظاهرين، ونحن لدينا أكثر من 80 مليون الآن هم يتظاهرون أما في الشارع أما من على الأسطح المنازل، ولكن دائما النظام الإيراني حاول إلصاق هذه الاحتجاجات وهذه الاعتراضات بدولة خارجية أو مجموعة من الدول الخارجية. هذا الموقف الأمريكي هو موقف عقلاني ولم يقدم الذريعة التي النظام الإيراني يحتاج إليها في هذا التوقيت، ولذلك يسحب البساط من تحت إعلام النظام الإيراني، يقول للنظام الإيراني أن أنت تواجه شعبك وتقمع شعبك، وإذا حقيقة أنت نظام معقول عليك أن السماح بهؤلاء حتى يعبرون عن أنفسهم. انظروا إلى هؤلاء تم اعتقالهم مثل حسين ماهيني لاعب كرة القدم، ليس له علاقة بالخارج أو بالأعداء أو بالسلاح أو ما شابه بذلك. لدينا دنيا راد بنت في منطقة في جنوب طهران أسفرت عن حجابها وثم راحت وصورت نفسها وقاموا باعتقالها. يعني هؤلاء الأشخاص، هناك المئات الذين تم اعتقالهم، ليس لديهم علاقة لا بدولة خارجية ولا عدو خارجي ولا سلاح ولا ما شابه ذلك. طيب، عادة يعني إلى جانب القمع واستخدام يعني القبضة الأمنية، بموازاة ذلك يتم شيطنة الثورة، إما اتهامها بأنها تضم يعني عناصر إرهابية أو أنها هناك عناصر تحمل أسلحة يعني ممكن أن تهدد الأمن في البلاد، أو يتم حصرها بفئة أو بعرق أو بقومية معينة. هل هذه الأساليب يمكن أن تنطلي اليوم أيضا في هذه المظاهرات، أم تعتقد بأن الوضع مختلف؟ هذه الأساليب التي استخدمها النظام منذ 44 عاما، وأيضا استخدمها في سوريا، قتلوا نصف مليون سوري وقالوا أنهم دواعش وما شابه ذلك، أيضا عمموها في العراق ضد الشعب العراقي، عمموها في لبنان، في اليمن، في مكانات أخرى. ولكن الآن في التآكل في أجهزة النظام وأزلام النظام والمجموعة التابعة للنظام لم تصدق هذه الرواية، ولذلك هذه الرواية الآن أصبحت ميتة، لا حد يقبلها وليس لديها مصداقية، وأعتقد لا يمكن في هذه الفترة تؤثر على الحراك الغام. هذا الحراك سيستمر بقوة، وأعتقد أن كل وسائل الإعلام الإيرانية وكل العناوين التي طرحت الآن بأنهم مرتبطين بالخارج أو مندسين أو ما شابه ذلك لا أحد يصدقها.
شكرا جزيلا لك الدكتور حسن هاشميان الباحث في الشأن الإيراني، كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا لك. في هذه النشرة أيضا ولكن بعد الفاصل، حملة عسكرية حوثية تصادر أراضي اليمنيين في البيضاء. كل منهم لديه مهمة، باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر، حتى وإن كانت الظروف صعبة. سأذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون، يوما بعد يوم مستمرون مراسلو الحدث. أحييكم من جديد. قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي إن الحديث عن تمديد الهدنة في ظل تعنت ميليشيات الحوثي غير مجدي. وأوضح الزبيدي لسفير بريطانيا لدى اليمن في الرياض بأن تمديد الهدنة في ظل غطرسة وتعنت الميليشيات الحوثية وتنصلها عن الالتزام بتعهداتها سيظل مجرد حبر على ورق. الزبيدي دعا المجتمع الدولي إلى تبني موقف جاد يجبر الميليشيات على تنفيذ كامل التزاماتها المتعلقة بالهدنة دون تلكؤ أو مواربة. وأكد الزبيدي تنفيذ مجلس القيادة الرئاسي التزامات تجاه الهدنة وتعاطيه الإيجابي المستمر مع جهود المجتمع الدولي لتمديدها، مشددا على أن الحديث عن إعادة تجديد الهدنة في ظل تعنت الميليشيات غير مجد. وأشار عضو مجلس القيادة إلى الجهود الحكومية لإنعاش الوضع الاقتصادي وتحسين الخدمات في المحافظات المحررة واستمرار المعركة مع تنظيم القاعدة الإرهابي في أبيان وشبوة. قال رئيس الوزراء اليمني إن الوضع في اليمن كارثي، محملا الميليشيات الحوثية السبب في إشعال الحرب وإتاحة فرصة التدخلات الإيرانية التي تسببت في تعقيد المشهد اليمني وانهيار الدولة وتغيير الخريطة السياسية، مطالبا بتفعيل المبادرات وتمديد الهدنة الأممية وتحرك نحو محادثات سلام شاملة بما يتطلبه من إجراءات لبناء الثقة التي تمكن من الانتقال إلى مناقشة الملفات المعقدة والصعبة في الأمن العسكري والاقتصاد ومؤسسات الدولة. إذن مع اقتراب التمديد الثالث للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن من الانتهاء، غادر المبعوث الأممي صنعاء دون موافقة حوثية
تبدي فيما تبدي الحكومة اليمنية موافقة مبدئية، لكنها تطالب بضمانات حقيقية ملزمة للحوثيين. المبعوث الأممي كان في وقت سابق قد حذر من خطر عودة القتال مرة أخرى إذا لم يتم قبول تمديد هدنة وقف إطلاق النار. تحذير المبعوث الأممي صعد من المخاوف الشعبية، وهو ما أكده المشاركون في ندوة أقامها معهد واشنطن بحضور رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك. رئيس الحكومة قال أو أكد في الندوة دعم حكومته للجهود الأممية في أي عملية سلام في اليمن، لكنه ألقى باللائمة على الميليشيات الحوثية في إشعال الحرب وإطالة أمدها وإتاحة فرصة التدخلات الإيرانية. التدخلات الإيرانية بحسب رئيس الحكومة اليمنية تسببت في تعقيد المشهد اليمني وانهيار الدولة وتغيير الخريطة السياسية وتراجع التعليم. وقال إنه كان من الممكن حل كثير من الملفات، ملفات الحرب بما فيها وضع ميناء الحديدة منذ سنوات، لولا مناورات الحوثيين وعرقلتهم. عبد الملك طالب بتفعيل مبادرات سلام حقيقية وتمديد الهدنة التي صمدت لستة أشهر نتيجة لتجاوب الحكومة والمجلس الرئاسي مع كل الجهود الأممية والدولية رغم تعنت الحوثيين. كما طالب بالتحرك نحو محادثات سلام شاملة بما تتطلبه من إجراءات لبناء الثقة التي تمكن من الانتقال إلى مناقشة الملفات المعقدة والصعبة في الأمن العسكري والاقتصاد ومؤسسات الدولة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل. أهلا بك سيد عبد الله. إذا هناك رفض من قبل الميليشيات لتمديد هذه الهدنة وهناك موافقة مبدئية من قبل الحكومة، على أي أساس توافق الحكومة مع العلم بأنه ليس فقط الميليشيات يعني تتحفظ وإنما لا تلتزم على غرار ما حدث في الأشهر الستة الماضية؟ والله ليس لدينا تفسير لهذا هذه الموافقة المبدئية يعني من قبل الحكومة. كل التصريحات الصادرة من سواء كان من رئيس المجلس القيادة الرئاسي أو حتى من أعضاء المجلس القيادة الرئاسي أو حتى رئيس الوزراء تؤكد على أنه هنالك موقف على الأقل يجب أن يكون حاسم اليوم في أنه إذا أراد المجتمع الدولي لهذه الهدنة أن تتحرك وأن تستمر وأن تمدد، فعليه أن يتحرك في اتجاه ضغوطات حقيقية على جماعة الحوثي الإرهابية. وبالتالي نحن نريد أن يستمر هذا الموقف. يعني إذا كانت التصريحات سواء كان من نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسية عيدروس الزبيدي أو رئيس الوزراء أو غيره حتى من التصريحات أن هنالك تحفظ من قبل الحكومة على مسألة الاستمرار في هذه الهدنة إذا لم يكن هنالك ضمانات ومواقف واضحة من المجتمع الدولي تجاه جماعة الحوثي وعدم التزامها. لكن ما نلاحظه اليوم أن تحركات المبعوث الأممي تستمر في ذات الوتيرة، وتيرة الضغوطات الجمة والضغوطات الكبيرة جدا على المجلس القيادة الرئاسي، والتناول بخفة مع مواقف جماعة الحوثية الذي اليوم يعلنونها بوضوح أمامه أنهم لن يمددوا الهدنة وهم يستعدون بشكل واضح لجولة صراع جديدة. وأنا أعتقد أنها أصبحت واضحة للعالم، يعني كل ممارسة جماعة الحوثي خلال الهدنة، العروضات العسكرية، الخطاب الحربي والعسكري. إذا كانوا يستفيدون ضمنيا منها أستاذ عبد الله، لماذا ظاهريا يقولون بأنهم يتحفظون على تمديدها؟ من تقصدي المجلس القيادة الرئاسي؟ لا الحوثيين. أنت تقول بأنهم بالرغم من قولهم بأنهم يلتزمون بالهدنة إلا أنهم يتابعون التحشيد العسكري وكل يعني التصرفات المعهودة، وبالتالي بالرغم من استفادتهم منها يسوقون بأنهم يعني لا يرغبون بها ويتحفظون عليها وربما لن يقبلوا بها. كيف نفسر هذه الازدواجية بالتصريحات من جهة وبالتطبيق من جهة أخرى؟ يعني أنا أعتقد أن جزء من هذا التصرف هو يعني
سلوك إيراني معتاد في مسألة الاستفادة من الوقت، مسألة خلط الأوراق، أيضا أن لديهم رؤية أخرى على أن المبعوث الأممي والأطراف الدولية الرائعة لمسألة الهدنة يبدو أن لديها يعني رغبة كبيرة في تمديد الهدنة، وبالتالي هم يراهنون أيضا على مسألة الضغوط على مجلس القيادة الرئاسي في تقديم تنازلات وتقديم يعني فرص للسلام. وهذا أمر أيضا أنا أعتقد أنه يجب أن يكون حاسما من قبل مجلس القيادة الرئاسي، ليس مطلوبا أن نذهب إلى الحرب، وليس مطلوبا أن يكون هنالك موقف من مجلس القيادة الرئاسي في أنه يرفض مساعي السلام، لكن يجب أيضا أن يحافظ على مسألة استحقاقه كحكومة شرعية معترف بها، استحقاقه في أن يكون هنالك لغة واضحة. إذا لم يكن هنالك نجاح لمسار السلام فليس لا يعني لا يجوز أن يعني ولكن أن يلغى خيار الحرب، لأن جماعة الحوثي تختار الحرب بشكل واضح. بموازاة الموقف المجلس الرئاسي الذي قال بأنه نحن مبدئيا مع تمديد الهدنة، كان هناك موقف لافت لعضو في هذا المجلس عيدروس الزبيدي الذي قال بأنه يجب عدم القبول بتمديد الهدنة. كيف نقرأ ذلك؟ هل هي يعني اختلافات أو خلافات في الرأي داخل المجلس الرئاسي أم توزيع للأدوار؟ يعني لا هي اختلافات ولا هي توزيع للأدوار. أنا يعني أقرأها بأنه المجلس القيادة الرئاسي يريد أن يقدم مقاربة واضحة في أنه نحن مع تجديد الهدنة، نحن مع مساعي الدولية والإقليمية لتحقيق السلام في اليمن والانتقال من الحرب إلى السلام وإلى رؤية يعني سياسية قادمة، لكن يجب أن يكون هنالك تحرك حقيقي من قبل المجتمع الدولي في مسألة الانتصار لالتزامات السلام من خلال هذه الهدنة. وبالتالي أنا أقرأ هذا الكلام، وحتى في كلام العيدروس الزبيدي يعني فيه هذا الإيحاء بأنه يعني اليوم يجب أن يكون هنالك نحن مع السلام، نحن مع هذه الهدنة، نحن مع تمديدها، نحن مع توقف الاقتتال، لكن يجب أن يكون هنالك ضغوط وشروط وضمانات دولية يعني تؤكد أو تضمن على أن جماعة الحوثي لن تستمر في نقضها لهذه الهدنة. أنا هذا أقرأه بهذا الشكل، وحتى أنا ذكرت أن قراءات أخرى لكثير من التصريحات من قبل مجلس القيادة الرئاسي أو على مستوى رئيسه أو حتى الحكومة تؤكد على هذا الأمر. في حال أنه كان هنالك ضمانات أو ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي فنحن ليس لدينا إشكالية في الاتجاه إلى تمديد هذه الهدنة. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا لك. تواصل ميليشيا الحوثي حملاتها المستمرة لمصادرة أراض وممتلكات المواطنين في عدة محافظات يمنية تقع تحت سيطرتها، وقالت مصادر محلية إن حملة حوثية صادرت عددا من أراضي المواطنين في مديرية العرش بمحافظة البيضاء. المصادر أضافت بأن حملة عسكرية للميليشيات قامت بهدم مباني وأسوار لأراضي ومنازل وممتلكات خاصة في مدينة ملاح مركز مديرية العرش بدون أي أوامر قضائية. وأشارت المصادر إلى تفاجؤ الأهالي بالحملة الحوثية دون سابق إنذار أو تنسيق مسبق معهم، ما يعكس سلوك العصابات والميليشيا التي لا تؤمن ولا تعترف إلا بلغة السطو بقوة السلاح. ومنذ سيطرتها على صنعاء ومحافظات أخرى استحوذت ميليشيا الحوثي تحت ذرائع ومسميات متنوعة على مساحات واسعة من الأراضي والمباني والمؤسسات التابعة لخصومها في جميع مناطق سيطرتها. كما نهبت الميليشيا قطعا كبيرة من الأراضي الخاصة بمواطنين في الحديدة وصنعاء وإب تحت مبرر أنها تابعة للأوقاف. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. في خاص الحدث مقابلة مع قبطان في قوارب الموت في لبنان، وناج يروي تفاصيل تكشف امتهان مافيا التهريب القتل برا وبحرا.
أدى هجوم شنه تنظيم القاعدة إلى مقتل 21 عسكرياً، فيما قتل قائد الكتيبة الأولى لقوات مكافحة الإرهاب في أبيان. معسكرين اللذين تم السيطرة عليهما، المعسكر السري للقاعدة في جبل المراقشة ومعسكر آخر في منطقة لودر. المواطن البسيط هو الذي يتحمل هذه التكاليف وهو المتضرر. كان متوقع أن تصل الجباية أن تفرض حتى على المدارس. عدد النساء المعتقلات يتجاوز 1800 امرأة، وفعلا تعذيب إخفاء قسري. هل نحن أمام أجواء هدنة أم أجواء عسكرة وتحشيد؟ رسائل وإشارات واضحة ترسلها هذه الجماعة بأن الهدنة لن تستمر. في سؤال حول ما إذا كانت هذه الرسائل حوثية فعلا أم هي رسائل إيرانية تهدد المجتمع الدولي. 11,000 طفل قتلوا خلال الصراع، مؤشر لحجم البشاعة التي تعرضت لها الطفولة في اليمن. أحييكم من جديد في خاص الحدث. نبحث في تقرير استقصائي ملف تهريب البشر وقوارب الموت انطلاقا من لبنان، مقابلة حصرية مع قبطان عمل في هذا المجال واضطررنا لتغطية وجهه وتغيير صوته بطلب منه، لأنه يؤكد أن مافيات التهريب تمتهن القتل في البحر كما في البر. وفي هذا التقرير أيضا مقابلة مع أحد الناجين من الكارثة الأخيرة الذي يكشف عن اللحظات الأخيرة قبل غرق المركب وتهديدهم بالقتل. ضمن خاص الحدث تقرير من لبنان للزميلة غنوة يتيم. هنا ومن على الشاطئ المني بالتحديد انطلقت أول رحلة موت باتجاه أوروبا. لم يعلم حينها أهالي طرابلس، أحد أفقر مدن لبنان، أن بحرهم سيتحول إلى مدافن عائمة تبتلع الراغبين بالهروب من جحيم البر. منذ عام 2019 وحوادث الغرق تتكرر. يجلس عماد هنا رافضا الكشف عن هويته، فهو قبطان نجح بتهريب المئات قبل الأزمة الاقتصادية. حينها كانت الوجهة فقط قبرص أو اليونان، لكنه يقول إنه بعد الأزمة الاقتصادية تحول ضحايا الهجرة غير النظامية إلى طعم سائغ لتجار البشر، فتغيرت الوجهة إلى إيطاليا طمعا بمزيد من الأرباح. هون بيصير في بيوت على البحر بيخبوا فيها الناس، بيخبوا فيها العلم، أنه بيقولوا بيفرجون اللانش الكبير، بس بيقولوا اللانش الكبير ما فينا نقربوا على الشاط، بيدلوا بالماي ونحن بنحملكم بلانشات صغيرة تبيت ساد وموصلكم عليه. وقت الواحد بيوصل على بيروح بالبحر ساعتين وساعتين بيخدوهم على كذا نقلة، بيروح ساعتين ما بقى في يرجع، هو ما بيعرف يسبح يعني يرجع على ليهرب، انه يعني في عالم بتقول له ما عاد بدي روح هيك، بينجبروا عمرهم يطلعوا عليه، وما بيقدر الهربان يعني اللي دفع مصوري ما بيقدر يرجع يستعيد مصريته، لانه يا بيقتلوه يا بيقوصوه يعني مشان ما حدا ينكشف منهم. في ناس خبوها بالماء بس ما حدا بيسترجي يحكي عن اللي صار،
يعني بيتهددوا بعيالهم اذا بدكم تحكوا شو صار معكم، بيتهددوا ما يناتلوا، ونحن ما عندنا امان بالبلد. يؤكد ابراهيم منصور الناجي الفلسطيني كلام القبطان. بقي في البحر متشبثا بسترة النجاة لأكثر من 27 ساعة قبل أن ينقذه قارب روسي قرابة شواطئ طرطوس. كغيره من أبناء الشمال أرهقته أزمات بلد اللجوء وزادها قساوة القيود التي وضعت عليه كلاجئ. لما رحنا احنا 21 مجموعة أسامة، تفاجأ أسامة ما قبل يركب فقالوا له من أول سلاح أولادك، فبنتفاجأ في مركب تاني كمان فيه سلاح من حده فاضطر يركب. ركبنا وصار في حالة توتر وهيك، وفي اشي قال ارجع وهيك، فلحقونا رجعوا قالوا لنا اذا بترجعوا من أوسكم. قال له اذا لا أسامة اذا بترجع من أوسك انت ولا معك. يجمع الناجون على طيب المعاملة التي تلقوها في سوريا، لكن في الكرة اللبنانية تدل أصابع الاتهام على ترابط المافيات بين البلدين، مافيات تشير المعلومات إلى دعم تتلقاه من بعض القوى الأمنية والسياسية. يجد أهالي قرية ببنين العكرية أنفسهم بين مرين، أبناء فقدوهم على متن رحلات الموت، وصيادين من قريتهم تحولوا من صيد الأسماك إلى صيد البشر. في البدء عمل الصيادون على تهريب البضائع مما خولهم الاحتفاظ بخارطة التهريب. القرية التي تجاور البحر كانت هدفا لمداهمات أمنية بعد غرق المركب الأخير. لا يقدروا يكمشوا الراس ما منهم قادرين، لأنه هذا الراس مستحيل حدا يقدر يكمشوه، يعني بتوصل لناس ضعيفة وهي بتحملها لأنه بكون دافعي لحق الحبسة ولا يرجعوا يطلعون. السلام عليكم. زرنا القاضي الشيخ خلدون عريمت في بلدته ببنين، يخشى أن لا يكون فقط الربح المادي الهدف الرئيسي لرحلات الموت. لا أبرئ هؤلاء المهربين من ارتباطاتهم الإقليمية، خاصة وأن هناك طلائع لسرايا المقاومة ولحزب الله بدأ يتواجد في منطقة عكار، في طرابلس، في الميناء، مستغلا لأوضاع المواطنين. إذا هناك تصور، هناك خطة ممنهجة، أولا لإفقار المنطقة وللمزيد من إفقار المنطقة، ثم بعد ذلك إيجاد وسائل لتشجيعهم على الهجرة للتغيير الديموغرافي. ومعروف تاريخيا أن التغيير الديموغرافي له طريقتين، إما الطريقة السلمية الآن التي نعاني منها، أو طريقة الحرب والتهجير والقتل والدمار. القوى الأمنية لم تعد قادرة على القيام بواجباتها، فهؤلاء من جهة يغريهم المهربون بأموالهم، ومن جهة أخرى لم يعد حرس الحدود البحرية يملك الإمكانيات اللوجستية لتتبع قوارب الموت التي تسرح وتمرح على طول الساحل الشمالي. غنوة يتيم، الحدث، طرابلس. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور زياد الصايغ، الخبير في السياسات العامة وشؤون اللاجئين والهجرة. أهلا بك دكتور زياد إلى هذه النشرة. إذن بحسب تقرير الزميلة غنوة وبحسب ما قاله ضيوفها أيضا، فإن هذه الشبكة، شبكة المهربين، لها علاقات إقليمية، هي شبكة واحدة بين لبنان وسوريا وتعمل تحت غطاء أمني وسياسي. من الجهة التي تغطي هذا العمل؟ أولا علي أن أؤكد أن هذه العمليات المافيوية هي عمليات منظمة وممنهجة تذهب باتجاه الاستثمار السياسي، وهي أبعد من لبنان وسوريا، هي مرتبطة بمافيات موجودة حول حوض البحر الأبيض المتوسط. بهذا المعنى نحن أمام شبكات مركبة. أولا هناك اختراق سياسي لمحاولة اتهام الشمال بأنه بعد أن تم شيطنة الشمال واتهامه بالإرهاب، تصويره الآن على أنه
موئل للهجرة غير الشرعية، وهذه السمة الأولى لهذه الشبكات المركبة وهي السمة السياسية. السمة الثانية هي سمة تتعلق بنوع من الاستثمار المالي، وهنا نتحول إلى حالة المافيا بالتعبير الدقيق للكلمة، والذي هو مرتبط بشبكات كما قلت عابرة للحدود اللبنانية والسورية. النقطة الثالثة الأخطر، نعم في ظل عجز الدولة اللبنانية هناك خوف كبير من إمكانية عدم تمكن القوى العسكرية والأمنية من ضبط السواحل اللبنانية، وهناك شيء أخطر، هناك عدم قدرة على إنجاز عمليات استباقية وقائية لمنع هذه الزوارق والقوارب أصلا من التحرك. هو أنه تجري هذه العمليات بغطاء من بعض الأجهزة الأمنية، يعني ألا تعتقد سيدتي هنا سأدخل ذلك؟ نعم قبل أن نتحدث عن العوائق اللوجستية، يعني هناك عائق أساسي ألا وهو بأنه هذه الشبكات مطمئنة بأنه كما نقول بالعامية لها ظهر. هنا كنت سأدخل على المظلة لهذه السمات الثلاثة. المظلة العامة هو نعم أن هناك ربما غطاء أكبر بكثير من قدرة الدولة على ضبطه، وتتورط به أيضا بعض الفعاليات على المستويين السياسي والأمني، ولكن هذا يتطلب تحديدا تحريكا للقضاء اللبناني، وتحريكا أيضا للأجهزة المعنية بضبط هكذا نوع من تورط. بهذا المعنى نحن لدينا خوف عمليا أن يكون هناك نوع من التورطؤ والتورط، وهذا يواجه الآن في ظل استحالة فاعلية أجهزة الدولة اللبنانية في العملية الاستباقية الوقائية وفي عملية ضبط السواحل أيضا، أن تتحرك خصوصا قوى المجتمع المدني للقيام بالعمليات الاستقصائية اللازمة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى المتورطين المباشرين ومن يغطيهم أيضا من الجهة الأخرى. طيب وفي موازاة ذلك، هل تعتقد أيضا بأنه يجب أن يتم يعني الإضاءة على مخاطر هذه الرحلات عند الناس، عند الذين ينوون الهجرة، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ يعني استمعنا بتقرير غنوة بأنه يعني قالها صراحة، فيما لو قررنا الحديث عنهم أو فتح أمرهم فإنهم يهددون بالقتل، ينقلون الناس إلى بقوارب صغيرة على أساس بأنه سيتم وضعهم بقوارب أكبر، ومن ثم يعني يخضعونهم للأمر الواقع. كل هذه الحقائق كيف يمكن يعني الإضاءة عليها ونقلها للرأي العام، وخصوصا أولئك الذين ينوون الهجرة بهذه الطريقة؟ سيدتي هنا نحتاج إلى تدخل ثلاثي الأضلاع. التدخل الأول هو تدخل توعية تقوم به هيئات المجتمع المدني، الهيئات الدينية، وأنا أعني ما أقول لأن هذه المنطقة كما في الكثير من مناطق لبنان هي مناطق متدينة، وثالثا تدخل من هيئات الأمم المتحدة الفاعلة في هذه المناطق. وهذه التدخلات الثلاثية الأضلاع من هيئات المجتمع المدني لهيئات الدينية وهيئات الأمم المتحدة لإنشاء حالة وعي هي التي تقوم عمليا بعملية استباق للوقوف بوجه من يغرر بهم ومن يضلل بهم. ثانيا وهذه النقطة الأخطر، علينا الاعتراف حتما أن هناك خطر لتهديد هؤلاء الناس، ولكن على هؤلاء الناس أن يعترفوا أيضا أن هناك إمكانية لعدم انجرارهم إلى هكذا نوع من الهجرات غير الشرعية، لأنهم يجب أن يعلموا أنهم سيكونون حتى في الدول التي سوف يلجؤون إليها، خصوصا في هذه المرحلة التي نشهد فيها أيضا صعودا لليمين المتطرف في أوروبا، وانتشار الديتنشن سنترز مراكز الإيواء المؤقتة في هذه المناطق، أنهم سيكونون ليس فقط في حالة شديدة الخطورة ولكن في حالة غير قانونية ستعرضهم لعواقب وخيمة،
وبين الانتقال من الشواطئ اللبنانية والوصول إلى شواطئ هذه الدول هناك خطر الموت. نحن نحتاج عملية تدخل للتوعية تربويا وأيضا للإعلام دور ولوسائل التواصل الاجتماعي. هناك عمليات استباقية يجب أن تقوم بها الأجهزة الأمنية والقضائية. وثالثا علينا التعويل أيضا على حد أدنى من الوعي ممن قرروا هم أيضا اللجوء إلى هذه الهجرة غير الشرعية، لأنهم يعلمون أن نهاية هذه الرحلة سوف تكون مأساوية، وقد شهدوا ذلك بأم العين مما جرى سابقا. طيب، هل تعتقد بأنه هذه هذه الظاهرة يعني تضمن نجاح بعض مهماتها، وهذا ما يشجع هؤلاء المهاجرين؟ يعني لم نتحدث بعد أو لم تظهر أرقام دقيقة عن نسبة نجاح هذه الرحلات ونسبة إخفاقها. دائما ما يتم الإضاءة على الإخفاقات عندما يغرق المركب، ولكن هل لديكم أي إحصاءات ولو كانت تقريبية عن نسب نجاحها؟ ليس هناك من مثال واحد على نجاح هذه العمليات. فإذا كانت نجحت في عبور البحر فهي وصلت إلى إشكالية مع شرطة خفر السواحل للدول الذي يلجأ إليها هؤلاء المهاجرون غير الشرعيون ذات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضا هناك اختراقات إيديولوجية أعترف بذلك، وهناك من هدد بهذا السيناريو منذ العام 2018. وما يعانونه حين يصلون إلى هذا الشواطئ في الدول الأخرى بشكل غير شرعي، يتحولون إلى أناس لا يملكون أوراقا ثبوتية، وأما يحولوا ويكونوا ضمن مراكز لواء مؤقتة. جزيلا لك الدكتور زياد الصايغ الخبير في السياسات العامة وشؤون اللاجئين والهجرة. أعتذر ولكن انتهى وقت هذه الساعة، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا لك. بهذا نأتي إلى ختام هذه الساعة، شكرا لمتابعتكم وألقاكم في التاسعة عشر.